راح اروح لفقره كاريزما ويا نواس زميلنا نواس الحر. نواس شلونك؟ شو اخبارك؟ قبل لا تتحدث عن الشخصيه اللي راح تتحدث عنها، شنو رايك بالكاريزما مالتي؟ صباح الخير احمد حبيبي، وصباح الخير على نبأ احمد ثجيل. شهادتي مجروحه بكاريزما اللي انت واطلالتك اللي تخبل وجمالك وجمال روحك هي اهم شيء. الله يحفظك احمد. قبل ما نروح لكاريزما اريد اسولف لك سالفه. اي وهي احمى عليك ومن رخصه المخرج، هي دقيقه ونص ترى مو مطول. المهم لانه هم فريق الشباب دا يلعب، فذكرت من شنو الشاب جاء احد اصدقائنا اللي الله يذكره بالخير اسمه عمار عزاوي، قال ليش ما تسوون فريق ما دام انتم خوش لما؟ فسوينا فريق سميناه الوحوش الحمر. الوحوش الحمر؟ الوحوش الحمر على اساس راح الموت الموت. المهم فصار البطوله مجموعتين، كل مجموعه خمسه، فاحنا من ضمن اول مجموعه اول فريق غلبنا 10-0. طبعا والله العظيم بدون مبالغ يعني. هو من اسمه الوحوش الحمر اكيد راح تفوز. غلبنا 10-0. ثالث فريق جاء منا عمار العزاوي اللي هو كان الحكم يعني فرصتنا بهاي، فهم غلبونا اتصور 13-14 بس هم حسبوها 10-0. بعد الفشله هاي احنا انسحبنا، الفريق الرابع اعترض لين حسبوا له 3-0 بس. شكرا لكم وضحكه خير ان شاء الله، وفرحه ان شاء الله نفرح بالمنتخب الشباب وندخل بموضوعنا اليوم وكاريزما اللي هو لاعب كره القدم المدافع صاحب خزعل. صاحب خزعل من مواليد 1943 وهو من أبرز المدافعين في لعبة كرة القدم. لعب مع المنتخب العراقي بين عامي 1963 إلى 1975 وهو من ضمن الفريق اللي خاض أول تصفيات كأس العالم في عام 1974. لعب في صفوف فريق القوة الجوية من بداية الستينات إلى منتصف السبعينات، يعني من 1961 إلى 1976. أيضا لعب مع المنتخب الوطني بين عامي 1963 إلى 1975، ومن المباريات المميزة اللي ما زال الجمهور الرياضي يتذكرها المباريات اللي كانت في يوم الاثنين 28 آذار عام 1966، وكانت أول مباراة ليلية على ملعب الكشافة، وقد كان صبحي أديب وسعدي عبد الكريم ونوري عباس أول ثالث تحكيم يقود مباراة ليلية في بغداد، واللي شارك بها اللاعب نجم كاريزما لهذا اليوم صاحب خزعل ومعه اللاعبين شدراك يوسف ونوري ذياب وهشام عطعجاج، وكانوا من نجوم هذه المباراة اللي جمعت بين فريق القوة الجوية والفرقة الثالثة. ولمكانته المميزة في موقع الدفاع لقب الجمهور صخرة الدفاع أو الصخرة السوداء في فريق القوة الجوية، وعمل صاحب خزعل في مجال التدريب أيضا مع فريق القوة الجوية عام 1977. يعاني صاحب خزعل من وضع الصحي المتعب من سنوات بسبب إصابته بجلطة دماغية مزمنة، وقد ودع صفوف المنتخب الوطني عام 1975، وبعد مناشدات من قبل الصحفيين والإعلاميين لدعمه وعلاجه بادرت وزارة الرياضة والشباب بتكفل علاجه تقديراً لمشواره الرياضي وتثميناً لمسيرته الحافلة بالإنجازات كواحد من أبطال ورواد الحركة الرياضية العراقية اللي خدموا الوطن واحترموا جمهور الرياضي. وبالتفاتة نبيلة من الأستاذ عدنان درجال بادر إلى دعوة الصخرة السوداء مثل ما يلقبوا أصدقاء وجمهور الرياضي صاحب خزعل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبالتنسيق مع بقية زملائه ورفاق دربه من الكفاءات التدريبية، وتم تكريمه واستذكار مسيرته التاريخية كونه نجم من نجوم الكرة العراقية، وسبق له تمثيل المنتخبين الوطني والعسكري، ويعتبر النقاد من خيرة نجوم الجوية حيث لا زال إنجازاته بذاكرة الناس. صاحب خزعل شارك في بطولات كبيرة أهمها أنه أسهم في فوز العراق بكأس العالم العسكرية ببغداد عام 1972، وشارك في كأس آسيا العام ذاته نهائيات كأس العالم العسكري عام 1973 ودورة الألعاب الآسيوية السابعة في العاصمة الإيرانية طهران عام 1974 وتصفيات مونديال 1974.
وبعدها ابتعد ولم يعمل في أي مجال فني أو إداري. خزعل يمثل صفوة جيل نبيل من ممارس اللعبة وعاصر كبار نجوم الكرة اللي ما استغنوا عن خدماته إن كانوا مدربين أم لاعبين. ولم يبحث عن مكاسب ما بعد اعتزاله، ولم يكن من هواة الظهور في الإعلام، محب لجميع رفاقه في المشوار، في مشواره الرياضي وأصدقاء، وخاصة الكبير عمو بابا، ويعتبر أحسن المهاجمين العرب. ويقول بأحد اللقاءات ما شايف مثله بطريقة لعبه وتكتيكته، ويفتخر أنه رافقه بمشواره الرياضي وكان خير رفيق له بالسفر. نتمنى لصاحب خزعل الصحة والسلامة، أو ألف تحية وباقة محبة إله والعائلته والأصدقاء اللي وقفوا وياه وساندوا. أخيرا ندعو جميعا بالصحة والسلامة للكابتن صاحب خزعل، ونعود لأحمد الأنيق جدا والجميلة نبأ. شكرا لكم المتابعة. شكرا لك يا نواس. أحمد إلك حبيبي. شكرا منورنا والله منورنا. شكرا فقرتك تجنن والله.